مالك يا ولد؟ وانا عمي حامد ضربني وكسرلي بنطلون. وايه اللي خلاك تروح تلعب معاه؟ ضربني. انت مش عارف ما كلمش ابوه خالص؟ ما تصحش الكلام ليه؟ خالص ليه كده؟ ليه؟ ليه يا ولد؟ انا مش جايلك ما تلعبش تاني معاه، مش جايلك ما تلعبش تاني. انت ما بتسمعش الكلام، مش جايلك ما تلعبش معاه. انت حارف مالك في ايه؟ الواد ما بيسمعش الكلام خالص. قوم يا حبيبي. مالك فيه يا حنفي؟ ده اللي ما يلعبش مع ولد عمه. ده ولد عم برضه عايز يلعب مع حد غريب. يلعب مع الغريب احسن. ليه سنتين ما بكلمش اخوي؟ دي من وحشتك يا حنفي، في حد يقعد سنتين ما يكلمش اخوه؟ هو هل يختصرني هو ولده يا اخي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بصله الرحم يا اخي. طب اسمع اقول لك حاجه يا جمال، ولا امشي بجلسته ولا امشي بجلسته. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حامد؟ زي الحال. بندور عليك من العصر يا حامد، عايزينك في موضوع مهم. لا بتفضل اتفضلوا. خير ان شاء الله. ينفع اللي حاصل بينك وبين اخوك ده يا حامد؟ ايه اللي حاصل؟ ازاي انت وحنفي اخوك ما بتكلموش بعض؟ احنا في رمضان وايام كبيرة يا حامد، عيب عليكم. موضوع ده اتقفل من زمان ومحدش يفتح لي فيه سيرة تاني. شوف يا حامد، احنا في ايام كبيرة والمسامح كريم يا اخي، ده برضه اخوك من لحمك ودمك. لينا سنتين ما بيتكلموش بعض، ده باب مقفول محدش يفتح لي سيرة فيه. ما ينفعش الكلام ده يا حامد، انتوا اخوات ونازلين من بطن واحدة، فين صلة الرحم؟ قلت باب مقفول محدش يفتح لي فيه سيرة تاني. احنا عملنا اللي علينا. يلا بينا يا سعد. ايه يا حنفي ساب الجامع وماشي ما صليتش يعني؟ ما مصليش، اوعى كده. لا حول ولا قوة الا بالله. مالك حنفي؟ اكيد شاف اخوه جوه في الجامع. احرجنا يا جمال. اعمل اللي عليك يا حامد. رضي رضي مرضيش مرضيش. تعال حنفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش قايل لك ما اديش انا تاني. لا عشان يصالحك. انا مش قايل لك مش هصالح حد. يا اخي ايام كبيره اخوك ده لقيت عندك هتحرده. ايوه عندك. واسمع الكلمتين اللي اقولهم لك. انا لو مت ما تمشيش في جنازتي، وانت لو مت مش همشي في جنازتك، وتوكل على الله من انا. يا جمال ومن راح فين؟ راح الحامد والله. ليه ماله؟ تعبان وطلع في الروح ليومين. لا حول ولا قوة الا بالله، خذني معك اسأل عليه. تعال يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا احمد؟ الحمد لله والله. اخبار ابوك دلو؟ كويس والله شوي. ازيك يا احمد؟ تفضل يا عم سعد. الف سلام عليك يا حامد. تفضل يا عم سعد. تفضل يا عم جمال. السلام عليك يا حامد، مالك شد حيلك؟ سلمكم، هذي كوش هذا وحش. مالك يا حامد، إيه اللي دور صحتك كده؟ ما كشفتلوش يا أحمد؟ والله كشفناه له يا عم جمال، بس الدكتور قال حالته خطيرة. عاوز أشوف حنف أخوي قبل ما أموت. هو أخو حنف بجلوش لحد الوقت يا أحمد؟ رحت له لحد البيت وتبدعت له عشان يجي، وهو ما رضيش يجي معاي ولا يجي يشوف أخوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قبينا يا جمال روحوا له. سلامتك يا حامد. الله يسلمك. بص يا حنفي، احنا جينا لك كتير والمره دي غير كل مره. اخوك تعبان والدكاتره قالوا ان حالته خطره. وايه المطلوب مني؟ عاوزين ايه؟ عاوزينك تروح تشوف اخوك، ده من لحمك ودمك مهما كان. انا ماليش اخوات، انا اخويا اعتبرته مات. مات؟ لا يا حنفي، اخوك ما ماتش، انت اللي قلبك قسي وقطعت صله الرحم. ايوه يا سعد، قطعت صله الرحم. قطعت صله الرحم عشان اخويا وحش. انت اللي وحش يا حنفي. وحش في ايه؟ انت وحش مع اخواتك يا حنفي، وحش مع جيرانك، وحش مع الناس كلها. ازاي بتصلي وبتخش بيت ربنا؟ عرفت نفسك وحش ليه؟ وحش وحش. سلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يا حنفي، ده أخوك مهما كان ومش هيهون عليك برضه، باين عليه تعبان المرة دي تعب وعر. يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب.
من فين ابوك يا احمد؟ اخرت كثير يا عمي. قصدك ايه يا ولد اخوي؟ كان نفسي اشوفك يا عمي، بس انت تاخرت عليا كثير. ما تقولش كده يا ولد اخوي، اخوي عايش يا حامد. اتفرجني يا ولد ابوي يا حامد، واه يا حامد. انا لا وانا لا يا رجل، اخوك يا حامد من بعدك مالوش عايزه يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا لم يساوك في ولاك وقد حار. لا سدى منك دونهم وسناهم.